أسأل قاسم، هل من جديد يا قاسم؟ تفضل. نعم معتز، رسميا لا نتائج من ولاية ميشيغان قبل 9:30 بتوقيت الولاية، يعني تقريبا 37 دقيقة حتى تبدأ النتائج رسميا. أنا الآن متواجد في مدينة ديربون في قاعة تشكل غرفة عمليات مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، وستبدأ في هذه الغرفة، سنبدأ معكم واطلاعكم على النتائج، ولكن سنحت لنا الفرصة بإجراء مقابلة معها. Mrs. Stein, thank you for being with us tonight. We are live with المشهد TV. Wonderful. It's really an honor to be here. من شرف من دواعي سروري أن أتواجد معكم. السؤال الأول. هناك الكثير من العرب الأمريكيين الناخبين هم متخوفين من السياسة في غزة ولبنان. ما هو موقفك من تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحروب، وكيف ستقوم الإدارة بالتعامل مع ملف الإسرائيلي الفلسطيني؟ هذا النزاع في غزة الآن يتوسع إلى الضفة الغربية وإلى لبنان، هو جزء من السياسات الأمريكية. الجيش الإسرائيلي والأسلحة التي يستخدمها بالتغطية الدبلوماسية التي تعطى لإسرائيل من قبل الأمم المتحدة، وهنالك التحريات التي يتم تقديمها في هذه الحرب أيضا تأتي من الولايات المتحدة، هي جزء كبير من هذه الحرب. يجب عليها أن توقف هذه الحروب والإبادة الجماعية. الناس يطلبون هذا. هنالك أكثر من 68% من الأمريكيين يريدون إيقافا فوريا وحلول سلمية، و 61% يريدون أن يكون هنالك حظر لتوريد الأسلحة الإسرائيلي. نحن حملتنا في الانتخابات إذا فزنا بالانتخابات سنخبر، أريد أن أطلب من نتنياهو اليوم أن يوقف الحرب. عندما ذهبت إسرائيل إلى لبنان في 82 قامت بقتل الكثير وذبح الكثير من الناس، كان هذا جزءا صغيرا مما يحصل أمامنا اليوم. هنالك وعد من الرئيس ترامب بإيقاف هذا الموضوع خلال 24 ساعة، وهذا ما نأمله. الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا كبيرا في الشرق الأوسط يتضمن إسرائيل. هل تعتقدين بأن هنالك مخاوف من استخدام هذه الموارد في مناطق النزاع مثل غزة ولبنان؟ نعم، هذا هو ضد القانون الأمريكي لتقديم الدعم العسكري لدول التي تخالف حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأيضا تخالف اتفاقيات القانون الأسلحة النووية، وإسرائيل تخرق هذه الاتفاقيات الثلاثة كلها، والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تمد إسرائيل بهذه الأسلحة، وهذا ضد أيضا رغبة الشعب الأمريكي. واليوم كان هنالك رسالة من 52 دولة من أنحاء العالم يدعون إلى أن يتم هنالك مقاطعة تزويد الأسلحة لإسرائيل. فإن فزنا بهذه الانتخابات اليوم سنقوم بإيقاف هذه الحرب، ولكن إن لم نفز نحن لا نعلم ما سيحصل، والدول تسعى دائما إلى إيقاف هذه الحرب.